بحق الاشتراك في الحج والعمرة، اللهم محل حيث حدثتني، وماذا يلزم ما لم يشترط فمنع من إكمال نسكه. حكم الاشتراك الجواز وثمنته أنه إذا اشترك في بين يدي الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة، وهذا يعرف في لغة الشرع بالإحصار، فإن أحصل فما استيسر من الحج. هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من العام المقابل، بخلاف من اشترط في أول إحرامه فقال اللهم محلي حيث حدثتني، فهو في حل من وجوب إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب عليهم الهدي. بخلاف ما لو لم يشترط فهو الذي أراده الرسول عليه السلام بالحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام: من كسر أو مرض أو عرض فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل. هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقا، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام. لو لم يشترط وأحصل ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج. هذا جواب ما سألت. جزاك الله خير.